عايز اشوف تقرير عملته زميلتنا فاطمة طارق عن الزواج ورأي الناس ايه في الزواج. عايزين نشوف التقرير ده، تقرير لطيف كده بمناسبة الفالنتاين دي وهابي فالنتاين دي، ونرجع نعلق عليه. متجوز بقالي 45 سنة. بقالي 25 سنة تأبيدة. بقالي 28 سنة، يعني اعتبر أكتر من تأبيدة. مش عايزة أفتكر. أنا متجوز بقالي 6 سنين. بقالي 20 سنة. بقالي 17. 14 سنة. أنا متجوزة بقالي 21 سنة. أنا متجوز بقالي 30 سنة، وهي مراتي أهي. أنصح الشباب إن اللي بيفكر يتجوز يبص لسنه الأول قد إيه. يعني اتليست او على الاقل خالص يتكلم في جواز من 28 29 سنه. البنات اللي بتوع اليومين دول ما لهمش خلق، عايزين الصبر، يصبروا، اللي بيصبر ينول. عيش حياته ويعيش ويندمج وخلاص، كفايه عليه كده. عايزه اقول لهم اختاروا صح، واختار واحده تراعي ظروفك. ما تبصش على اللي معاه وعمل، او هي ما تبصش اللي هي عملت واحسن منها. تبقوا اصدقاء وتبقوا بتحبوا بعض، ده هيعدي مشاكل كتير قوي. والله هم اهم حاجه هو يعني هو العريس والعروسه، ان هم يبقوا متفقين مع بعض. كل واحد يخلوا باله من اسرته، يخلي باله من شغله الاول. اتجوز بس واحد، انك يعني ما تبهدلش بنات الناس، ده واحد. انك ما تاخدش على قانون جديد. اول حاجه مستقبلك، شوف مستقبلك الاول في الحياه. الجواز مسؤوليه، المشاركه في كل حاجه، في التفكير، في اي حاجه، حتى لو يقفوا مع بعض في المطبخ سوا. جواز بالنسبه لي غلطه عمر. جواز بالنسبه لي ستره. انا شايف ان الجواز بعد 6 سنين هو استقرار جميل مش وحش. الجواز بالنسبه لي تكمله دين. انا والله مستريح اخر راحه. لا 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 لا، مش مشروع فاشل. مشروع فاشل بالنسبه للشباب اللي هو ما هوش واخد الحياه باهتمام. فاشل بجد من كل اتجاهاته. اجيب واحده اكلها واشربها واكسيها واصرف عليها وتنكد عليا عيشتي، في ايه تاني؟ يبقى فاشل ولا مش فاشل؟ سلام عليكم. الناس مؤيدة الزواج بشكل كبير، وإلا ما كانتش كل حفلات الزواج دي موجودة. لكن برضو هتلاقي على لسان المصريين الجملة الأساسية إن الزواج سترة، وما بقاش سترة البنت، سترة أيضا للرجل. بشكر زميلتي فاطمة طارق على هذا التقرير.